نعم. الأخ يسأل عن القول الصحيح في نذر المعصية، هل يكفر أم لا يكفر؟ قبل أن نتحدث على المسألة ننبه على مسألة، وهي أن الطائفة من الناس ما يفرق بين نذر الشرك ونذر المعصية، يخلطون بينهما. نذر الشرك كفر، وأن تقول للبدوي علي نذر فهذا نذر شرك، وهذا لا يجوز الوفاء به بالإجماع ولا كفارة فيه لأنه قد أشرك. وخلاف الذي يذكر العلماء في كفارة المعصية ليس في كفارة الشرك، ونذر المعصية نذر لله جل وعلا، نذر لله جل وعلا، كي يقول لله علي إن شفى الله مريضي أن أضرب فلانا أو أن أعتق فيما لا يملك عبد فلان. الأول نذر معصية، الثاني نذر فيما لا يملك، ولكنه نذر لله جل وعلا. وقد جاء في البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية، واختلفوا في كفارة اليمين على قولين. القول الأول أنه يكفر عن يمينه، وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد، وما يدل على هذا القول حديث عقبة في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة يمين. فقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم النذر باليمين، ومعلوم أن من نذر، أن من حلف فإنه يكفر. وهذا الذي ذكره ابن القيم واختاره في تهذيب السنن. وقول الثاني أنه لا كفارة عليه، لأن الحديث الواردة في هذا الباب وكفارة وكفارة يمين معلولة. وفي البخاري لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كفارة، ولأدلة أخرى كالذي نذر نذرا مباحا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة، ورواية الواردة بكفارة معلولة. وهذا قول قوي، وقول الأول أحوط لعموم حديث عقبة: كفارة النذر كفارة يمين. وهذا هو أقوى دليل يمكن يستدل به في هذه المسألة. نعم.